رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مشاركته في اجتماع صندوق النقد الدولي تقريبا كما مشى كما جاء واشتر صندوق النقد مشى حنة. معز بن غربية يصرح: وصفي بالجنون لا يزعجني، ونحن لا يزعجنا أيضا أن نصفك بهذا. وزير ألماني يدعو لتسهيل دخول الطماطم التونسية للسوق الأوروبية، يبدو أنه عندهم وزير باهي في ألمانيا يحبوا يضربوه بالطماطم. مع بداية السولد الشتوي، انخفاض كبير في مؤشر الرجلة والوطنية وروح المسؤولية، مع تصاعد نسبي في مؤشر القلبة والنهبة والبركاجات والغورة والفقر والميزيريا. في تونس ذاك هو المشهد، عجبك ولا طير قرنك. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة الليلة من أخبار وذني. أعزائي المشاهدين، نفتتح هذه النشرة بخبر مؤسف، حيث وردنا ببالغ الألم والأسف خبر وفاة الكرامة الوطنية في بلادنا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة ورزق الشعب التونسي جميل الصبر والسلوان. الكرامة مت؟ الكرامة ماتت، الله يرحمها، الله أعلم. كانك علي أنا لتقيمها إن شاء الله. لا حلو ياسر. بداية طيبة، يعني نرحبوا طبعا بالمتبرين معنا اليوم وضيوفنا الكرام، السيد العميد أحمد الكردغلي على يساري. سيد أحمد الكردغلي أهلا بك. أهلا وسهلا. وأحمد الكردغلي نذكر أنه عميد كلية عين شمس بمنوبة، وعلى على يميني العميد واصل الدحنوس عميد كلية عين أقطر بقبلي. أهلا وسهلا بك. شكرا سيدي على الاستضافة. العفو. نبدأ بسؤال ثقافي، ترى نبدأ به النشرة على غير العادة اليوم لأنه معنا ناس مثقفة. خلنا نختبر شوية مدى جاهزية السادة العموديين ولا جمع عميد، يعني شنية معرشنية معرش جمع عميد. جمع عميد بون، احنا عمرنا ما اجتمعنا، ولكن تنجم تقول عمداء. عمداء عمد 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 عميديه عميديه ما ظهر لي. أعمد على وزن فعل. لا أعمد على وزن فعل. ظل عمد عمد، شو تخلوش في هذا الإشكال، نستنجو بعد بالمنجد. يلا السؤال الأول في نشرة أخبار وذني لهذا اليوم، نبدأ قلنا سؤال ثقافي هكا في حضور الأعمدة والعمد. السؤال يقول: من هو صاحب نظرية دعه يعمل دعه يمر؟ سفير فرنسا. لا. نبيل معلول. لا. لطفي العبدلي. لا. رشيد بن القاسم. لا. مهدي بن غربي. لا. عادل السليمي. لا. طارق ثابت. لا لا. مختار تليلي. لا. هو فيلسوف. 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 لطفي العماري. لا لا. شوقي درويش. لا. فوزي بالقمر. لا لا لا. عادل السليمي. لا لا لا. لطفي البحري. لا لا. للأسف للأسف ما ثمش إجابة صحيحة، لأنه الإجابة صحيحة طبعا هو الفيلسوف الاسكتلندي آدام سميث. مام على زوز عموديين ما تنجموا تعرفوا هذا كمان. سؤال ثقافي. ما حتى لطفي البحري دعه يعمل دعه يمر كذلك. لطفي البحري في بالي هو زاد عموما. النظرية النظرية حاجة والتطبيق حاجة أخرى، ما عارش ما عندناش معلومات كافية لهذا التقييم. دراسة قامت بها صحيفة ذا تيليغراف مؤخرا حول أطول وأقصر الشعوب في العالم، وحسب الدراسة أطول شعب في العالم هو الشعب ألمان. لا. الأمريكان. لا. جماعة ليبيريا. لا. أولاد حفوز. أطول شعب. 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 لسان مقداد مسيلي. لا. سروال الحبيب سيلي. لا. لا. شلاغ محمد صديق. لا. 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 ما عنديش. ما عنديش. شو اسمه؟ سبت المجرح. خلنا في دخلة غلطي. عايشك رجاء نحترم العباد. ما عندناش إجابة صحيحة، لأنه حسب دراسة قامت بها صحيفة ذا تيليغراف حول أطول وأقصر شعوب العالم، الشعب الهولندي هو الشعب الأطول عالميا بمعدل 1.838 سنتيمتر. واو. شفت طول الشعب الهولندي أكيد. طول نعم. ونحن هولندا كانت يعني من أبرز الداعمين لتونس في الانتقال الديمقراطي الأخير، ودعمها كان متمثل في إنشاء إذاعة للمثليين. برافو. إنشاء إذاعة للمثليين. صحيح. يعني نقطة على اختفتها من شايفي يسحق نقطة تدخل على هذه الإجابة. وكذلك وكان ذلك دعم استراتيجي كبير يعني للانتقال الديمقراطي في في في, في تونس، وقوى موقفنا حتى في الجامعة الدول العربية. ذكروا لهنا أنه
مهم انه نذكروا ونتاشروا انه حسب احد الناشطين في جمعيه شمس للمثليين اعطانا سابقا احصائيه مهمه لتعداد المثليين في تونس. يعني قداش تتصوروا نسبه المثليين في تونس حسب الاحصائيه هذه؟ 0.2%. لا اكثر. انا ايضا مثلك. قداش؟ 0.02%. لا اكثر. لا 0.5%. اكثر. 0.6%. اكثر. 1%. يديني. لا لا اكثر. 1.5%. اكثر. 2%. لا لا 3%. 5%. 7%. واضح. شكرا 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 شكرا. 10 10 شوفوا مع بعض. 10%. 10.1%. شوفوا مع بعض. يبدو ثم انفلات في الحصه. شوفوا مع بعضنا. شوفوا النتيجه ثم نعود. النسبة الأخيرة اللي خرجت عندنا نسبة 40% ديكلارية بين مثليين وبين بيسكسوال. 40% شنو؟ من المجتمع التونسي بين مثليين وبين بيسكسوال. بناء على إحصائيات موجودة الإحصائية. 40% من الشعب التونسي مثلي. واو. مالا يعني حسب السيد هذايا تقريبا اشتر الشعب التونسي مثلي. يعني كن نستندوا للاحصائيه هذه كي نلقاو زوز رجال مقابلين بعضهم يعني واحد فيهم مثلي. حسب الاحصائيات هي الرشة هي اللي تتكلم. انت كان عندي ثقه في القضاء. اكيد كنا اكيد. واضح واضح جدا واضح. ما نعرفش هو منين جاب الاحصائيه هذه. نعرفش منين جاب من الاحصائيات. الاحصائيات هذوم منين يجيبوا بهم؟ ثم سوق الخردة نتاع الاحصائيات. الخردة نتاع الاحصائيات يلا نرجعوا لدراسة صحيفة ذا تيليغراف هذه اللي قالت انه اطول شعب هو الشعب الهولندي. وحسب نفس المصدر ما هو اقصر شعب في العالم؟ الشعب العربي. لا مش الشعب العربي. لا لبهيم القصير. لا لا المجدي النصري. لا لا الشعب شعب تحكي شعب الجبهة الشعبية. لا 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 حركة شعب تونس. لا 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 شعبة الأداب منو. حركة شعب الوطني. لا لا ما ثماش غالطين على الاخر. سمحني بشي ناس الثنية غالطة. أقصر شعب حسب نفس الدراسة هو الشعب الأندونيسي بمعدل طول 1.58 متر. ناس مشينا كذا. يعني احنا شعب سلكناه. الحمد لله. لا من ناحيه الطول الحمد لله. نعرف جيدا تقارب العلاقات بين الولايات المتحده الامريكيه والمملكه السعوديه خلال الاشهر الاخيره. سؤال للساده الاعمده او العموديين. هل حسب رايكم دونالد ترامب قام بفريضه العمره في السعوديه؟ لا. نعم 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 نعم. بربي كيفاش هذي نعم وهو يعني عنده تبرير. مش عنده تبرير. ليش بكون عنده تبرير؟ نعم قام بفريضة الحج. نعم نعم نعم. لأنه دونالد ترامب باش يدبر شوية الفلوس من السعودية وكان لازم يتحجب زاد. كان لازم يتحجب. نعم هذا على مسؤوليتك. انا على مسؤوليتك. كان يقول على مسؤوليتي لانه كان لازم زاد يتنقب زاد. كان لازم يتنقب. قول يخلص الزكاه زاد. على مسؤوليتك. على مسؤوليتك. تحليل معقول. تحليل معقول. تحليل معقول. لكن لهنا السؤال هذايا بالذات كان فيه فخ. يا مزور. كان فيه فخ اوقاتكم فيه. لانه دونالد ترامب كتبت له عمره من غير انه يمشي ويعمل عمره. كومون سا نشوفوا كيفاش. يلا وهذه العمره بنيه سيد الرئيس ترامب. اسال الله العظيم ان يتقبلها مني وان يهدي قلب الرئيس ترامب للاسلام. مواطن سعودي عمل عمره ونوهل دونالد ترامب. الله يصح عليه. يعني دونالد ترامب عامل عمره هو بيده ما في بلوش. السؤال هناك فيه فخ. وفي الشأن الجزائر الشقيقة في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر الشقيقة وقع مؤخرا تكريم الرئيس بوتفليقة من خلال الإنجازات التي قدمها للجزائر. لكن التكريم كانت فيه نقطة غريبة شوية. نعود إلى المركز الدولي للمؤتمرات وهذه المشاهد التي تأتيكم على المباشر من هناك. والسؤال هنا يقول شكون الشخصية الهامة اللي ما حضرتش في حفل تكريم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؟
سفير فرنسا. لا لا سفير فرنسا هذا يلا يلا تعرفش بتضرب. لا البيجي البيجي قاعد سبس. لا لا سكوتش سمو الجراوي. لا 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 ملك ملك المغرب. لا لا مرام بن عزيزة. لا 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 ملك شباتي اللي في السعودية. عزيزة ابو لبيار. لا 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 ملك كوميديا. ملك كوميديا مثلا ماشي مثلا ماشي اجابة صحيحة. مثلا ماشي اجابة صحيحة لانه الشخصية الهامة اللي ما حضرتش في حفل تكريم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو عبد العزيز بوتفليقة بيدو. ما ينجمش يمشي. اكيد ما ينجمش. شوفوا مع بعضنا شوفوا كيف صار التكريم في غيابه. في المحلين اين تم تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كما تتابعون معنا على المباشر من المركز الدولي للمؤتمرات. هذا هو كما تشوفوا يعني الشخصية اللي معها فخ فخ سؤال آخر فيه فخ. عبد العزيز بوتفليقة يغيب عن حفل تكريمه. ولا ولا شفنا الكواترو كيفاش كرموا. يبدو أنه كرموا الكواترو. ولا الكواترو قام بإنجازات عظيمة صراحة. لازم يكرموا حتى التريس أكيد. بون توا النتيجة متعادلة تويكا نقطة بنقطة لكلا الطرفين ولذا حسب قانون اللعبة نمر إلى ضربات ترشيح شو اسمها هي ضربات الترشيح ترشيح ركلات ترشيح ركلات ركلات ضربات الجزاء الترشيحية ضربات الجزاء الترشيحية نمر الى ضربات الجزاء الترشيحية. يلا بلنتيات بلنتيات من الاخر صوره باش نمروها تويكا لكم الزوز واللي طلع شكون الشخصيه نتاع اليوم هو اللي باش يربح النقطه هذه وهو باش يربح الجائزه نتاع البرنامج. يلا نشوفوا بعضنا الصوره. يلا حزر فزر. يلا ايوا اش بدينا هذوما ساقين منى نور الدين ساقين سراج الدين شيحي. لا اسمه عادل سليمي صبر العتروس. لا لا سميرة بن سعيد. انا يدين سميرة بن سعيد. لا جمال مدني. لا 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 مش جمال مدني. لا كرش اسمه مص بن سعيد. لا لا كيسمو سفيان توبال. سفيان توبال والإجابة صحيحة. سفيان توبال برافو 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 برافو. اي اي شوفوا مثلا الهيئه لاكل شيء بس سفيان توبال. سفيان توبال هو بيدو. برافو برافو دكتور كردوخلي. برافو سفيان. وي وي بنت عليها كان مقبول العمر نتاعو. احمد ماذا بينا كنا ندور نشوفوه على الوضعيه الاساسيه ترى نشوفوا سفيان توبال. سفيان توبال. سفيان توبال يا سفيان توبال. توبال تتوا. سفيان توبال ولا توبال. اذا اذا نقطه 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 للعميد الكردوغلي. الف الف مبروك ويفوز معنا في هذه الحلقه العميد احمد الكردوغلي بفارق نقطه على العميد واصل الدحنوس. برافو برافو يعطيك الصحه. ويفوز معنا العميد الكردوغلي بجائزه قيمه من اهداء البرنامج متمثله في لعبه اخبار وذني الفكريه. الف مبروك. شكرا شكرا. صغار يموتوا عليها على فكره. اكيد اكيد. والعميد واصل الدحنوس باش نقدموا لك هديه رمزيه كذلك مهدات من فريق البرنامج. متمثله في انه فريق البرنامج باش يخلص لك حق الركوب الى حد المنزل نتاعك. شكرا شكرا. هذا من حسن اخلاقك. اكيد هذا. الف الف مبروك. شكرا شكرا لكم على الحضور وعلى المشاركه. اعزائي المشاهدين كانت هذه حلقه هذه الليله من اخبار وذني. شكرا على حسن المتابعه. تصبحون على خير. We'll be right back.